الادوات، كيف ادوات؟ هذا صاحبنا اسمه ادوارد ديمين ابو علم الجوده، يتكلم عن هذه الادوات وش يقول؟ يقول هذه الادوات احنا في العاده نستخدمها في المصنع، نستخدمها في الشركات، بس البعض مش متوقع انه ممكن تستخدم في اي قطاع، يعني ممكن تستخدم في القطاع الخيري، تستخدم في القطاع الحكومي، لانها ادوات عاديه، ادوات اداريه. طيب ايش الادوات الموجوده؟ يلا خلينا نتعرف عليها. هذه الادوات تبدا بالشكل التالي، اسمها دوره حياه مشروع. عندي الوان ستاتي فوق، لون خاص مرحله التاسيس، لون خاص مرحله التخطيط. فابغاكم تتخيلوا ايش اكثر مرحله عندنا موجوده تشغلنا اثناء عمليه التخطيط للتشغيل. اول مرحله نبدا فيها، اول شيء لما تبدا انت الان تدرس، تبغى جتك الخطه، وصلك الهدف اللي اسمه هدف الغايه، تذكروا؟ وصل هدف غايه من التخطيط الاستراتيجي، اعطوني هدف من الاهداف اللي عندكم. اللي جبتوها هدف عندكم. تعزيز الجودة المؤسسية في جميع الوحدات. هذا الآن يقول هدف استراتيجي وصلنا. طيب أنا الآن أنا المؤسسة العامة للتعليم للتدريب. طيب أنا أبغى أطبق هذا الهدف، أبغى أحوله. يقول لك لحظة لحظة، هذا الهدف اللي كتبوه هم هناك في الخطة الاستراتيجية، هم كتبوه على ضمن بيئة. أنا الآن أبغى أنفذه عندي في الإدارة. طيب يا ترى البيئة اللي عندي جاهزة؟ إيش مستوى الجودة عندنا؟ إيش يعرفوا عن الجودة عندنا؟ إحنا نبغى نعزز. بس كلمة تعزيز معناها تقوية. طيب احنا كل مكان فين كنا احنا في الجودة؟ عشان نحول الهدف ده عندي شيء واقعي. بس ابدا اول شيء ماذا سأفعل؟ فلنقل اني انا الان انا في نجران، وانا في كلية التقنية في نجران، وجاني هذا الهدف اسمه تعزيز الجودة في جميع الوحدات. انا وحدة من الوحدات الان ولا بشتغل عليه. فانا الان بالنسبة لي في نجران، مثال هذا في نجران، في نجران ايش قلت؟ انا عندي سياق، انا هذا السياق ايش هو؟ سياق المجتمع عندي في الكليه التقنيه في نجران. انا عندي الان الشيء التالي، يا ترى ايش قيم مبادئ الناس عندي في نجران؟ ايش الان عندي؟